السلام عليكم. إذا نتابع سلسلة تمارين لغة الباسكال. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لافكتاسيون. افكتاسيون كما هضرنا عليها في الفيديو الأول، لافكتاسيون هي تو سامبلومون إعطاء قيمة لمتغيرة في وقت معين ولا محدد من البرنامج. يعني مثلا عندي متغيرة أ أعطيتها قيمة تاع واحد في هذا الوقت، يعني بعد مع مرور البرنامج، مع مرور البروغرام كاين عدة أوامر ممكن أن أغير القيمة تاع المتغيرة أ. مثلا أ نعطيها 2، يعني تغيرت قيمة المتغيرة من 1 إلى 2. هذه العملية تسمى أفكتاسيون. تو سامبلومون هي إعطاء قيمة معينة لمتغيرة في وقت معين. مع مرور الأوامر يمكن تغيير قيمة المتغير. تو سامبلومون نشوفوا اكزرسيس باش نفهموا. دونك اكزرسيس هذا هو اكرير ان بروغرام كي بيرموت دو نومبر اونتي. اكرير ان بروغرام كي بيرموت دو نومبر اونتي. بيرميت معناتها تبدل، يعني الاتيليزاتور غادي يمد قيمتين صحيحتين A و B، والبروغرام تاعي غادي القيمة تاع A يحطها في البي وقيمة تاع البي يحطها في الA. هنا غادي نستعمل سكون ابل لافكتاسيون. دونك نروحو للاكزرسيس تاعنا، نروحو لماي باسكال ونكتبو البروغرام تاعنا. مثلا بروغرام كالعادة، بداية أي بروغرام باسكال بكلمة الكلمة المفتاحية بروغرام بيرميتاسيون بوان فيرغول. دونك البروغرام تاعنا سميه بيرميتاسيون، يعني تبادل، عملية تبادل. هنا باش البروغرام يبان مليح نكبروا الواجهة، واجهة البروغرام نكبروا الكتبة، مام نقدروا نبدلوا التام منه، نديروا التام أسود وهو التام اللي يحبوه اللي يبغوه لي بروغرامور. دونك هنا إلي بلو ليزيبل، يعني مقروء بشكل أفضل. إذا بروغرام بيرميتاسيون. هنا غادي نستعملو دو فاريابل، مادام الإكزرسيس قال لك كي بيرميت دو نومبر أونتيي، إذا راح نحتاجو إلى عددين صحيحين، ولهذا راح نديكلاري فار، يعني فاريابل إسباس. مثلا لا فاريابل الأولى نسموها نومبر أن، والفاريابل الزوجة سي نومبر دو دو تيب انتيغال بوان فيرغ. تري بيان، بعد لا ديكلاراسيون تاع لي فاريابل نديرو بيغين اونتري. ماتنو الان راح نطلبو من المستعمل اعطائنا العددين نومبر ان اي نومبر دو. Write Alan donner le premier nombre. Ok, très bien. Le house, point virgule. بعد هذا غادي يشوف الاتيليزاتور، غادي يشوف هذا الميساج donner le premier nombre. بعدها غادي نعطو لا مان الاتيليزاتور باش يكتب من الكلافي. دونك باش يكتب من الكلافي سي ريد الان. ريد الان دائما كي نستعملو ريد الان نستعملو من الكلافي، نستعملو لي فاريابل لي ديكلاريناهم سي نومبغ ان. نقدرو نديرهم لي دو او مام طون، اي نومبغ دو. مادام هنا درنا دوني لو بريمي نومبغ، نقدرو نديروها في اسطر في اسطر واحد دوني لي دو نومبر، ولا دوني دو نومبر اونتيي باش يكون دائما لي ميساج من الافضل يكونوا واضحين. دو نومبر اونتيير اونتيير. اوكي دونك ريد نومبر ان نومبر دو، على خاطر انا نديكلاريو هنا نومبر ان اي نومبر دو.
هنا نقدر نافيشوهم باش نشوفو الريزولتا. رايت اهلا، باش نافيشو هادو لي نومبر باش نعرف ليتيليزاتور اش يكتب، نقدر ندير كيما هاكا نومبر ان فيرغول، ندير دي لي زابوستروف، دير معاها اسباس باش ما يجونيش لاصقين، اي فيرغول ثم نومبر دو بوان فيرغول، ندير اند بوان. دونك انا اش غادي يدير لي؟ غادي نكتب يجيني هذا الميساج دوني دو نومبر اونتي، بعد نعطي ليتيليزاتور لا مان باش يكتب نومبر ان اي نومبر دو، بعد كي ندير اونتري يخرج لي لي نومبر 1 و 2 ينكتبوا لي في ليكرون. غادي نسيي اونريجستري، اونريجستري البروغرام تاعنا سو لو نو بيرميتاسيون بيرميتاسيون بيرميتاسيون. تري بيان، اونريجستري اي كومبيلي سي بون افيك سوكسي، عاود اكزيكوتي. دونك انا دوني دو نومبر، دوني دو نومبر الاولى غادي نكتب مثلا 5، ندير اونتري، بعد 6 اونتري، بعد اكتب لي 5 6. دونك هنا باش نزيد نسهل على روحي ندير ان ميساج باين، نكتب هنايا اونتر بارونتيز اونتر لي ابوستروس، فوالا لي دو نومبر، فوالا لي دو نومبر اسباس، ندير دو بوان، نزيد ندير اسباس، نجيب كتابة واضحة، فوالا لي دو نومبر، نسوفغاردي. هنا جو بو كومبيلي اي اكزيكوتي او ميم طون، نكليكي توش تاع كلافي تاع لا سوري ادروات، ندير كومبيلي اي اكزيكوتي او ميم طون. هنا خرجت لي ايرور في لا لين نيميرو 6، فوالا لي دو نومبر، هنا راني ناسي فيرغول، اختار توجور نسيبارو ما بين كي تبغي تكتب رايت هاند، تبغي تكتب ان ميساج وتكتب فاريابل، الا تسيباري بيناتهم بهاد لا فيرغول، سيباري بيناتهم فيرغول. دونك فوالا لي دو، فوالا لي دو نومبر بعد فيرغول، نومبر ان بعد فيرغول، نديرو نديرو ان اسباس باش ما يديناش لاصق، اسباس نديرو لي زابوستروف وبيناتهم اسباس، نزيدو اسباس كبير، بعد فيرغول نومبر دو، فوالا سوفغاردي. بعد كليكي ا دروات لا سوري، كومبيلي اي اكزيكوتي. دوني دو نومبر باغ اكزومبل 5 اونتري 7 اونتري، فوالا لي دو نومبر 5 7. اوكي مازال ما كملناش ليكزارسيس. دونك ليكزارسيس اش قالك؟ قالك كي بيرميت دو نومبر، يعني القيمة تاع نومبر 1 نديرها في الدو، والقيمة تاع نومبر 2 نديرها في الان. تو سامبلومون ندير عملية افيكتاسيون، عملية افيكتاسيون. قبل ما ندير عملية افيكتاسيون، إلا مثلا كون ندير هنا نومبر 1 رسوا، يعني افيكتاسيون دو بوان ايغال نومبر نومبر دو، وندير نومبر دو رسوا نومبر ان بوان فيرغول. كوريجي هادي تري بيان. هنا نافيشيهم رايت الان نومبر 1 فيرغول، نديرو لي زابوستروف بيناتهم اسباس، بعد فيرغول، بعد نومبر 2. اوكي
باش يجيني الميساج مفهوم نكتب هنا فوالا، دير فيرغول نكتب فوالا لي دو نومبر بيرموتي. دونك شوف روحي اسكو راني جيس ولا فو. هنا من المفروض كون مد باغ اكزومبل 5 7 هنا 5 7 غادي افيشي لهنا 7 5. ران اوريجيستري كليك ا دروات كومبيلي اي اكزيكوتي فوالا 5 7 اونتري فوالا لي دو نومبر 5 7 فوالا لي دو نومبر بيرموتي 7 7. هنا النومبر 1 و 2 داو لا ميم فالور. علاش؟ تو سامبلومون باسكو هنايا كتبت نومبر 1 رسوا نومبر 2، هنا القيمة تاع نومبر 1 راحت لنا صاي خرجت من الميموار ما يعرفهاش، ولات هي قيمة تاع نومبر 2. دونك هنايا يليق ندير ان نومبر تومبورير ندس فيه هاد نومبر 1 قبل ما ندير البيرميتاسيون. نروح هنايا نروح ندس نومبر 1 نحطها في اون اوتر فاريابل لي اللي غنديكلاريها هنا نسميها ميموار فيرغول. دونك هنايا ندير ميموار رسوا نومبر 1. دونك هنايا دسيته نومبر 1 قبل ما درت لافيكتاسيون، قبل ما بدلت دسيته في ميموار في فاريابل واحده اخرى ميموار باش هذا ما يتبحر ليش هنا. دونك هنا بهذه الطريقه نومبر 1 رسوا نومبر 2 اي نومبر 2 رسوا ميموار رسوا ميموار. تري بيان انريجستري كومبيلي اكزيكوتي فوالا. غادي نسيو 5 اونتري 7 اونتري قالي فوالا لي دو نومبر 5 7 فوالا لي دو نومبر بيرميتي 7 5. دونك هنا بيرميتي بيناتهم دونك نومبر 1 ولا 7 اي نومبر 2 ولا 5. هنا راه عندي اسباس زيادة الى خلينا نحيه ها هو هنا اسباس. اوكي تري بيان. دونك جيسبر فهمتو العملية تاع لافيكتاسيون. درت بدلت دو نومبر ا نومبر 1 اي نومبر 2 مديت هنا 5 وهنا 6 مثلا باش ندير بيناتهم التغيير البيرميتاسيون. الاولى اللي قندس لو نومبر الاول هذا النومبر 1 اللي قندسها في ان زون ميموار باش القيمه تاعها ما تروح ليش. من بعد عاد ندير ندير بيرميتاسيون نومبر 1 رسوا نومبر 2 اي نومبر 2 نومبر 2 رسوا ميموار اللي كدس فيه نومبر 1. دونك فبالتالي رايت هنا فوالا لي دو نومبر بيرميتي نومبر 1 اي نومبر 2. بهذه الطريقه نكون قد درت عمليه لا بيرميتاسيون وزدت فيها اون نوتر فاريابل سميتها ميموار. بلا هذيك لا فاريابل ميموار ما نقدرش ندير بيرميتاسيون. الا غندير ميموار نحتفظ بالرقم الاول حتى ندير عمليه البيرميتاسيون. دونك شفنا في هذا التي بي في هذا الفيديو لي ديفيرونت افكتاسيون اللي نقدروا نديروهم وكيفيه الاحتفاظ ب ب ب فالور بقيمه في حاله ما اذا درت عمليه البيرميتاسيون يعني تبادل الارقام.